السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا بخير. راح نبدأ سلسلة جديدة اليوم، الحلقة الاولى اللي راح نبدأ بها وهي وش نشري، رايزن 3 3100 ولا الاي 3 10100، معالجا اقتصاديا وفي نفس الفئة السعرية. اخليكم مع الفيديو. نبدأ اول حاجة المواصفات. نبدأ بالاي 3 10100، هذا المعالج يجيب 4 انوية و8 مسارات مع 6 ميجا بايت ذاكرة كاش، مع سرعة بيس 3.6 جيجا هرتز وسرعة بوست 4.3 جيجا هرتز، دقة تصنيع 14 نانو متر مع معمارية كوميت لي، يدعم الرامات حتى 128 جيجا بايت، ويجي مع كارت شاشة مدمج وهو الترا اتش دي 630 من انتل. سوكت هذا المعالج الجي 1200 الخاصة بمعالجات الجيل 10. سعر هذا المعالج بين 2.5 حتى 2.700. نروح للرايزن 3 3100، يجيب 4 انوية 4.8 مسارات و 16 ميجا بايت ذاكرة كاش، مع بيز كلوك 3.6 جيجا هرتز وبوست كلوك 3.9 جيجا هرتز، ودقة تصنيع 7 نانو متر مبني على معمارية زامبي مع 65 واط تي دي بي. هذا المعالج راح يكون بدون كارت شاشة ولكن راح يدعم الاوفر كلوك، والسوكت تاعو ام 4، السعر تاعو 2.200. من خلال المواصفات راح يكون تفوق للرايزن 3 بسبب المعمارية ودقة التصنيع والسوكت والسعر. نروح للاداء، 8 سينون بنش ار 15 كما راكم تشوفوا، اي 3 تفوق في السنجل كور، اما الرايزن 3 تفوق في الملتي كور. تجربة أخرى استخراج مشروع على أدوبي بريمير برو سي سي 2020 الترا 4K، كما راكم تلاحظوا سرعة الاستخراج في الرايزن 3 أسرع من اي 3 10100. تجربة أخرى على منصة جيك بنش 5، تفوق الرايزن 3 في الملتي كور والاي 3 في السنجل كور. والتجربة الأخيرة في الألعاب، أخليكم مع البنش مارك ومن بعد نقولوا الاستنتاج النهائي. شوف الألعاب راح يكون تفوق بسيط للآي 3. المهم أنا أنصحك تجيب رايزن 3 3100 لأن السعر تاعو رخيص على الآي 3 10100، وفرق بسيط في أداء الألعاب، وزيد يساعدك في البرامج خير من الآي 3. ليكون خلاص الفيديو تاع اليوم، ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك إذا عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.